مرحبا، نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يوصلكم صوتي اف ام. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الثالث من برنامج الدوامه، حلقه جديده وضيف جديد. ضيف اليوم يجيني من اللعبه الاكثر شعبيه في العالم وفي تونس خاصه، لعب في فرق عديده، جماهيرته يعني كبيره ما شاء الله، برشا جمهور يغني باسمه، اغاني تغنيت عليه، دخوله للملعب في حد ذاته حدث، يلعب في فريق منافس الجمهور اللي ضده يغني لغنيته، والمسيره الرياضيه رغم انه البعض يقول بدات مؤخر، الانطلاقه الصحيحه بدات مؤخر، اليوم نعرفوا علاش الاسباب هذه الكل، تجربته مع النادي الافريقي وسنوات النادي الافريقي باش نحكيوها، الالقاب والتتويجات اللي عاشهم، والبدايات من المتلوي لليوم ظاهر على شكون نحكيو، من اللاعبين اللي نجحوا انه يعملوا مسيره كرويه واسم في الكره، لكن مسيرته الدراسيه وحياته قاعده امباراليا المنظمه وخدم لها وقرا حساب غدوه. باش نحكيو معاه على البدايات، النادي الافريقي، جمهور النادي الافريقي، موسم المئويه، المتلوي، نهائي الكاس وغيره من المواضيع اللي باش نحكيوهم اليوم مع ضيفي لليوم. عنا عماد، عنا عماد المنياوي، مرحبا خويا محمد. شكرا على الاستضافه ويعطيك الصحه على التقديم هذا. وخويا انا راني من المتابعين معنا لو في الحصه نتاعك. ربي يخليك، حاجه تفرحني برشا عماد المنياوي. سعيد جدا انك موجود بحذانا، وعنا برشا ما نحكي وبرشا ناس يسالوا عليك، وجيب لنا عماد، وعماد نحبوا يكون موجود. الدوام يبدا بالالتزام هذا، نعطيك تقراه ثم نبدا الحوار. اوكي يسفله السيد عماد المنياوي، أتعهد بأن أكون صريحا وجريئا وأجيب على كل الأسئلة وأن ألتزم بقواعد البرنامج وأن أكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة وأتحمل مسؤولية فيما أقول. الضيف الإمضاء. نمضيه ونمضيه. يقبل عماد المنياوي؟ ترابيه. تفضل. شكرا. بعد ما صححت أقول لك مرحبا بيك في الدوامة. الدوامة. شكرا قبول الالتزام عماد. فهم حتى مشكل، مرحبا. يا مرحبا. ما عندكش حاجات ما تحبش تحكيهم ولا؟ لا ما عندي حتى حاجة ما نحكيش فيها. كارت سور تابل. كارت سور تابل. وقت اللي بدأ البرنامج كان وائل الكفوري قبل ما نبدأه. سمعتك الدندن شوي مع وائل الكفوري. والله شوي شوي، ما عندي مع الراب الأكثر أنا أخوي، شوي شرقي أما الأكثرية مع صنع محلي مع الأولاد. صنع محلي. الرابور المفضل عندك اللي تسمع؟ سانفارا. لو يستدعاك في كليب تمشي تكون موجود؟ لا مش انت استدعاني في كليب ولا حاجة، ما صعيب برش، ثم حاجات صعيب برش وكو به، أما نسمع ويعجبني على الأخر، وثم حاجات يوجه فيها للشباب سرتو، ثم حاجات يمس فيهم بالبه. مساجات سانفارا تعجبك. بل ما نبدأ بأول فقرات حوارنا اللي هي اسألنا تونسي، فكروا مستمعينا بمواد لذين. توا وقت صلاة العصر في مدينة تونس. إن شاء الله ربي يتقبل منكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا. البداية بأول فقرات الحوار، نخرجوا للشارع التونسي نسألوا عليك برشا أسئلة. برشا ناس تسأل هل عماد المنياوي اعتزل اللعب؟ نعم أم لا، ولا مازال يلعب؟ السؤال الثاني، بعد الكورة مشيت لها بقرايته، يكمل قرايته. ناس يمكن اللي تعرفك تعرف اللي أنت عملت الماستير نتاعك، وهل فكرة الدكتوراه تراودك وإلا لا، ولا باش يعمل لي دوغري نتاعو في الكورة ويدخل عالم التدريب وغيره؟ والله الدكتوراه ماهيش معناتها، مانيش حاطها كوبجيكتيف تو معناتها في لو بروجي نتاعي تو، ماذا بيا ان شاء الله باش نطلع لفرنسا ونحاول نعمل لي دوغري نتاع لي زونترينور، خاطر بالحق معناها ما عادش نجم نخرج من عالم كرة القدم جو الدائرة المستديرة بالحق معناتها. ديجا تو انا تو من فيفري ولا من حبست مع حمام لنف، حسيت روحي فراغ كبير برشا في حياتي معناتها، ان شاء الله تو ما كان ثم حاجة معناتها في الميركاتو هذا في الصيف نكملوا العام سينون، ولي نطلع انا نعمل الديجري نتاعي نتاع اليو اف برو ان شاء الله كان نخلطوا على بكري وكا. فكرة الاعتزال مازالت ما فماش؟ مازالت، البدن ما حبش حتى حبيت نرتاح وكل شيء، فراغ كبير خوي محمد بالحق معناتها، باش تبعد على الجو والستاجيات والولاد وكل شيء، مازلت ما تقبلتهاش وكا، مازال مش ساهله، مازلت ما تقبلتهاش بالحق، مازلت ما تقبلتهاش. عمر الكوارجي مهما يطول ديما قصير.
بيان سور وي بيان سور. وننصح سورتو لي جون تاو معناها في 22 23 معناتها يحاولوا ما تهزهمش الدنيا معناتها، يحاولوا يضم الروح الماكسيموم، يشوف حاجة فلوس معناها اللي باقي داخل فيها تاو يحطها في حاجة باهي باش في الترونتين معناها يلقى روحه مرتاح برشا وما يتعذبش، خاطر يتعود بسرتان نيفو معناتها تعيش فيه. صحيح راوس عبارك تتعذب ومعاش تلقى حتى واحد يتلفت لك من بعد، معاش حتى مجتمعنا معاش يرحمك جمل. صحيح مش نفس الشهرة مش نفس اللهوة مش نفس حد شيء بيانسير تي معاش يلوج عليك حد وقت تبعد على الكورة ومعاش تبدأ مدياتيزي وكل شيء راه معاش يلوج عليك حد وكا. واضح. دونك في قادم السنوات ان شاء الله نستنى عماد المنيوي المدرب باش يعمل دوغري نتاعو. اليوم مازال على ذمة الكورة يقول انا حاضر حمام لمف كان ان شاء الله. ان شاء الله كان ثم ديسيني تو ان شاء الله نتاع كونتاكت وكل شيء ثم موجود، سينو نولوا نطلعوا لفرنسا ان شاء الله نبداو ديجريات ان شاء الله. نحن باش ناخذوا فاصل صغير ثم نرجعوا نكملوا حديثنا. شنو جمعيه عماد المنيوي بعد الفاصل؟ جاوبني عليها. اوكي برشا ناس يمكن ما تعرفش، نخلي عماد يقولها بعد الفاصل. أوكي. خليكم معنا راجعين. بكم جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. ضيفنا لليوم من بين اللاعبين اللي خلاو اسم في تونس في البوست نتاعو والعرف يخطف الانظار، ما العمر بالنسبه لي هو مجرد رقم بعمره ما عطلو، باش نحكيو على الانطلاقه والبدايه، هل يعتبرها في وقتها ولا جات مخر شويه؟ تو نعرفوا من بعد شويه. اول فقرات حوارنا مع عماد المنيوي. زون فيرت. اول سؤال يجي البال كل شخص يعرف عماد المنيوي، في عمر قديش مشيت للنادي الافريقي عماد المنيوي؟ عمر 31 عام وبرشا اشهر. صححت انا صححت وقت كونترا معناها بري كونترا 21 افريل 2014 معناها بعد نهارين من عيد ميلادي. اتصل بي سي منتصر وقتها كان من دوبل 033 من صوت عرفته خاطر عامتها يشكر في يشكر فيا برشا معناتها في لحد الرياضي وكل شيء ومعناها من غادي مازال يحكي لي وقتها على البروجي نتاع كلوب افريكان. قلت له انا راني باش نجي كلوب افريكان خاطر كانت امنيتي بالحق، كانت امنيتي اني باش تلعب في النادي الافريقي. نلعب في النادي الافريقي وكهو. وقت اللي تسمع منتصر الوحيش يحكي عليك ويشكرك وكل قبل ما يتصل بيك قلتي نجم يجي نهار وانا فت 30 ينجم يخمو فيا؟ كانت بعيده ما نكتب عليك نقول لك استنيتها معناها بالحق. بدات النيغوسياسيون مع جمعيات كبار خاطر سي اس اس وقتها كلمتني في ديسمبر سي ناصر البدو يعطيه الصحه وقتها بدا حكى معايا بيريود وبعدين تقاست النيغوسياسيون خاطر سي بوصير بوجيل ما حبش وقتها في ديسمبر. اما كلوب افريكان بسليم الرياحي بالكاليتي لي جوار وقتها يريكروت فيهم من 2011 معناتها صعيب برشا باش يتلفت معناها الجوار يلعب فيه متلوي ولا وفات 30 حتى العمر وفات 30 معناها شنو اوبجيكتيفك انت باش تخلط النادي الافريقي معناتها كانت صعيبه برشا والحمد لله في الدنيا هذه الواحد ما يأيسش يخلط وكا. منتصر لوهيش يقول كان يماركي لي 6 بونتو في موسم انا نعتبره نجح. انا الانسان كهاكل تو معناتها بالحق معناها فضل الرب وفضل اللي هو معناتها اللي عماد المنيوي وصل بالي هذه معناتها في تونس ممكن اعطاني معناتها اعطاني حاجه اللي ما اعطاها لي حتى واحد معناتها اعطاني باساسيون معناتها هاك خويا وريني شنو باش تعمل وراني اول واحد في النادي الافريقي صححت عامتها 21 افريل 2014 نحكي اول واحد يصحح في الموسم هذاك. من بعد جاء هشام بالقروي صح في بالي في اول ماي جو بونس وقال لي راني ما نجمش نديكلاريك كاول ريكروتمون خاطر على المشاكل وعلى العمر وعلى كل شيء. قلت له انا وقت التبان بالكره انا راني باش نجاوبك ونجاوب برشا عباد ديجا وقت في ريبريزونطاسيون في جويي وقتها يريبريزونت في الاولاد الكل عماد المنياوي وقال معناتها راهو وقت التبان بالكره راهو باش يوريك مانيش باش نحكي مع حتى شيء اخر. يرحم والديه الانسان هكا. وبالمناسبه نقول له مبروك على الكفاءه وان شاء الله ديما من حصل لي احسن. باش نحكيو على منتصر الوحيشي اللي قاعد يعمل فيه اليوم. منتصر الوحيشي مع النادي الافريقي في الموسم هذايا بالصعوبات اللي عاشها الفريق الكل، شنو تنجم تقول له شنو تنجم تقول عليه؟ شابو با معناتها كي نشوف وقت القبل وراهي انشان هي راه مش معناها سي منتصر معناها راهو بياس من اللي شان لزقت لبعضها معناتها
من سيوس في العالمي حتى الأقل معناها مسؤول ولا مسؤول مشرف على الفريق ولا حتى مشرف البارك على الفريق. راهي معناها صفات القلوب على بعضها، الناس كل تمشي في ثنية واحدة، معناها ربان واحد في السفينة، مش كل مرة يجي واحد يحكم ولا حاجة. سيوس في العلمي مع سيرشيد زميرلي، معها علول، ومع الأولاد الكل يعطيهم الصحة. سيمون صار وقتها ديجا الجروب هذه اللي شاذها تورا، وكان معنا 2014 وثم حتى اللي رناها مصغار، معناها حتى باش تهز وقت، معناها باش ديكوفري الجروب نتاعك، هو ديجا يعرفهم، يعرف بالواحد بالواحد. شو اللي يميز منتصر على الباقي انت تراني تبعه؟ اللي يميزه انه يحكي بالباهي، معناها شفت، معناها يوصل لك المعلومه ويخليك حتى كي تروح تدورها في مخك، معناها تحاسب بروحك علاش انا في البالي هذه راني حاب نمشي، معناها يخليك اوتوكريتيك وحدك اوتوماتيكمون تمشي المخير وتستعرف بروحك اللي انت معناتها نجم تمشي المخير. واكثر حاجه نشوفه بلال العيفه، معناتها اللي كان انا بلال شفته اول عام، معناتها بالبوا اللي عنده سور بوا وقت الناس كل يحكيوا سور بوا كبير على الاخر، وبلال تري ديغوتي من الكوره وكل شيء، يعمل لك ريتور اكسبسيونيل كما كاكا، معناتها تذكرنا بلال وقتها تحب عليه تولوز وتحب عليه اللي كبت لها فرنسا. هاكي حاجه معناها كي تمس جوير بروفون راهو معناتها ما تستنى منه كان باش يعطيك 100% معناتها. وعرف يجري الجروب. موسم مئوية للنادي الافريقي لحد الان، شنو تنجم تقول عليه؟ والله هو راهو موسم صعيب برشا، شفت المشاكل اغوغو معناتها اداريه فينونسيير كل شيء، الحمد لله معناتها بفضل الجمهور، معناتها اللي يتصور معناتها تعمل لطخة الاولى وترجع بعد شهر تلقى روحك معناتها شاركت فيها لطخة الاولى، شاركت فيها وعاتبوني برشا، ما حتى في متلوي وقت البريزيدون تاعنا يعمل لي كيفاش احنا نعطوا الفلوس وانت تمشي تعطي فيها النادي الافريقي. حب نادي الافريقي هذيك حاجة اخرى، راهي معناتها من العائلة من كل شيء، معناتها مليانة صغير، معناتها كلوبيس على الاخر. انا كان نحكي لك عام النافيام وقتها في الير 83 دوب ما بدات التاسع اساسي، وقتها بابا يخدم في حمامات وعدني بمريول الكليوب بتاع لي، وليت نفيق نمشي معناتها في الليل نمشي معناتها كاريمون، وليت امي ربطتني معناتها من قوم في المنام التلمو اقسم بالله نقوم نلوج على مريول الكليوب، معناتها حاجه كانت تربينا عليها من الصغرى وكل شيء، فهم. كنت نلعب في جمعيات معناها الاخرى، كنت عدى في جنب البارك نحس احساس غريب برشا، حتى ربي الحمد لله نعمني برشا تاثر نحس كي تحكي عن نادي الفريق وراه مش معناتها مش صيني لا لا واصل حاجة. واصل الاحساس واصل لي انا على الاقل اللي قاعد نسمع فيك، فهمتني؟ راهو حاجه اخرى معناها، حتى كي يقول لك جمهور الكليوب راهي عقليه بالحق، راهي ثم حاجات ما توصل ما تنجمش توصفها. انا وقتها مشيت لي 4 اكتوبر 2018 للقطار، كلموني وقتها نلعب في المتلو عيد ميلاد الكليوب، راك ترى حاجات سي محمد الدوخ، هزوني اللي معناه المراه كبيره في الثمانينات دارها كل حمراء وبيضاء، ما تدري شيء، معناه تصور انت لا تعرف لعيمة منيا ولا تعرف صابر خليفه ولا تعرف تجاني بالعيد، لا تعرف زهير، لا تعرف بيلي، حاجه اسمها حمراء وبيضاء، حمراء وبيضاء الراديون والنادي الفريق، وتبع اخبار النادي الفريق، معناتها حاجات فوق العقل. وكا الحب الكبير في قلبك هو للنادي الافريقي على الاخر؟ والله على الاخر تو معناتها رغم ان لعبت في برشا جمعيات وكن لها كل احترام، النادي الافريقي حاجه اخرى بالحق. حب النادي الافريقي راهم حاجه اكسبسيونيل، حاجه نحكيو على الحب ونحكيو على امنيه حقت وكل، علاش عينيك تدمع عماد المنياوي كي نحكيو؟ خاطر ما نعرفش، كل ما نتذكر مثلا دار، نتذكر بابا وقت اللي ماتش الاهلي جبته لنا لتونس، معناتها نتذكر برشا حاجات، وموا وصلت معناتها مسيت حاجة من اللي سوبجكتيف اللي عملتهم أنا صغير، معناتها الحمد لله يا ربي الواحد كرمني، معناتها وصلت نادي الإفريقي، هزيت معنا شامبيونا وكوب مع نادي الإفريقي، ويا ربي لك الحمد. وكهو يا ربي لك الحمد. الكوب فينال ذات سفيقس كيني توا قاعدة تتعاود المعطيات، فما ماتش على قريب إن شاء الله بين النادي الإفريقي والسي اس اس في جربة، تكهناتك للماتش؟ والله 50-50 ان شاء الله ربي معانا احنا خويا، معناتها وصلنا العين لازم نشرب خويا، معناتها اموا في المئويه هذه معناها نسكروها بتيتر وتبقى كل شيء باهي، نسواك الخايب نسكروها من بتيتر معناها الكوب، والناس الكل تفرح ونفسخوا نعودوا من جديد، وان شاء الله اخر العوام تاع الاتعاب تاع النادي الافريقي ان شاء الله.
به اللدخة اللي حكينا عليها قبيلة، قلت برشا حتى ليه معليك وكل، فما كلام خرجها على قيمة المساهمة تاع عماد المنياوي. ها. صحيح الكلام اللي سمعناه؟ ما هيش هاك المونطون، ما نجمش نقول لك أقل المونطون، ما نجمش نحكي لك عليه. ما أنا باش نكون واضح مع الناس اللي يسمعوا فيا، الكلام اللي تحكيه عماد المنياوي ساهم 17 مليون لا تقريبا. لا أقل 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 أقل، مش في الزونة دي كم أقل. مش بعيد. مش بعيد إيه، مش بعيد. ومش 18 بوم أقل شوية، أقل شوية. أقل إيه، أقل مشتر شوية. أقل مشتر شوية. باهي مساهمة، مساهمة معتبرة ورمزية طبعا، أنه لاعب كيفك بالحب هذا للنادي الإفريقي، اليوم كانت تستحق لك الإفريقي مرة أخرى. جسوي لا. في كل وقت. في أي لحظة، في أي لحظة. أنا أمنيتي نرجع للكلوب أونترونور نهار آخر. بإذن الله إن شاء الله هذاك أوبجيكتيفي. إن شاء الله يا ربي. هذاك معناها اللي لوبجيكتيف معناها اللي حاطه تو إن شاء الله. شو هو الحب الكبير هذا عماد المنياوي؟ باش يتفسر. والله يلا غالب معناتها حاجه ما تحكمش في روحك فيها، فهم حاجه معناتها ما بروفوند على الاخر، معناتها ما تنجمش حاجه. انا وقت اللي لبست ميرو الكلوب في لوتيل، في حطونا في موف بيك وقتها في كامرت، حط الميرو اللي كامل نتفرج على روحي في المرايا، نصور نبعت للدار، نصور نبعت لاصحابي معناتها لحومتي، وكهو الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله. قديش انا فرحان نشوف الفرحه هذه والفخر اللي عندك وانت تحكي، كاني حاجه كانت مستحيله وصلت لعائلتك قلت لهم هاني نجم وهاني موجود. الوالد والوالده فخورين بيك على الاخر، على الاخر، على الاخر. ستو بابا وقتها اللي وصلت معناتها، والكوبرا واحد به النفط انا ديجا وقتها كما تعرف معناها بعيده برشا على على الاضواء والدنيا وتروح له بتيتر، معناها جميع معناها صارت ممكن حتى مش حتى نفطه معناها توزر وقفص وغيرها باش يهبط تيتر معناها للبلايصه ذيك، والجيران كاش ملمومه في الدار وكل شيء معناتها ما ها فما الاجواء وقت اللي انت بالتيتر هزيته هوني فوق الكرهبه هوني سي عماد المنياوي. طول الكرهبه اللي لتها كل حاجه عندها ضريبتها. نورمال. السنه موسم صعيب برشا على النادي الافريقي، احبي النادي الافريقي. المباراه الاخرى اللي برشا سميوها مباراه حاسمه جدا واجراءات خاصه كانت في البلاد، مباراه النادي الافريقي الملعب التونسي. تفرجت عماد ولا من الجوارات اللي خاف؟ تفرجت. لا تفرجت. كيفاش تفرجت؟ تفرجت اما كنت متهني معناتها خاطر وقتها حتى نيل وقتها بالريزلتا لون باراليل معناتها ما عاش يصير لنا حتى شيء، فما بالك معنا زدنا مركنا بينالتي وقتها واحده بلاش معناتها ارتحت على الاخر. اما ما كنا نجمو، كنا نجمو ما خير، اما رمو سهل معناتها تعمل سيري ديفيت معناها في عليه كامله والروتور تخلط معناتها روتور معناها تعمل اكسبسيونيل كما كاكس با فاسيل معناتها اي مو سهل. برشا ناس توقعت نزول النادي الافريقي في الموسم هذا، شنو يقول لهم عماد المنياوي؟ صعيب برشا راهو نزول النادي الافريقي، راهو شوف ابار معناها كروي راهي حتى البلاد راهي الكوره راهي ولت مرايه البلدان راهي تو معناتها النادي الافريقي راهي ابار كوره راهي ايكونومي وراهي معناتها فلوس الدور وبرشا حاجات راهي معناتها مسهل بجمعية كبيرة تجي تطيح ولا فما بالك معناتها الناس وراها جمهور وراها رجال وراها معناتها حتى اللي تمنى نهار الفريق تطيح صعيب باش يراك نهار هكا وكا صعيب باش يراك وراها رجالات وراها رجالات ونشوفوا العذاب وما نطيحوش وكا بالحق نادي الفريق شافت العذاب اما وراها رجال وراها جمهور الارجل حاجة فيها معناها جمهورها راه ما تخافش عليه لو لا قدر الله تحت النادي الفريق ما قدر الله رانا ما طيحش ما طيح يقعد عماد المنياوي يحب الفريق يحبوه شوف طاحت حتى اليوفي وطاحت حتى مش عارف شكون الجمعيات معناتها ونقعد نحبهم يتبدل شيء اليوب افريكان راهي معناتها عايشه معانا ماهيش حاجه سهله عايشه معانا ماهيش حاجه سهله صحيح ثلاثه مواسم تقريبا في النادي الافريقي ثلاثه مواسم متعه وكلهم حاجات باهيه ولا فيهم الفوق ولوت عماد المنياوي فيها ديو ديبا معناتها مش كلها سهله معناتها اما ديما توفى بالباهي معناتها حتى كانت تبدا تعدت بريود خايبه معناتها بون انا العام الاولاني تريز اكسبسيونيل معناتها كان مع سونشيلز عالمي على الاخر العام الثاني تعبنا شوي معناتها بك المشاكل وخرس ونتصرف كل شيء والعام الثالث بديت ما نلعبش برشا حتى صارت لي شويه مشاكل مع شهاب الليلي بالمناسبه هذه نشكره
في الاخر معناها كملناها اصحاب على الاخر معناتها وجا وقال صارت لك مشاكل وتشكروا كوميما؟ اي نشكروا خاطر شفت راهو اصعب حاجه في 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 الكوره راهو البريزيدون لونترنور. انت جوار تحب تلعب ومحمد يحب يلعب وهو هو اللي باش يهبط ال11 هو يختار ويتحمل مسؤوليه 28 جوار هو يتحمل مسؤوليه. وقتها ما كنتش من الاختيارات معناها الاولى معناتها اما في الاخر وقت الماركيت وتعدينا وقت الديمي فينال ولا كارت فينال جاء وسلم علي وقال لي راني معناتها سامحني وكل شيء وراك كنت الجوار معناها بالحق معناها تري ديسبليني وما تعبتنيش وكل شيء ونشكره خاطره ما انترنر وتعلمت منه برش حاجات. الفتاة المدلل يمكن في فترة من الفترات كنت برشا يقولوا النجاح كان مرتبط برشا بمنتصر الوحيشي بعد ما خرج منتصر الوحيشي ما عادش عماد المنيوي في نفس المكان. أيضا سليم الرياحي كي مشيت أنت وصلت معه تقريبا لمرحلة الأجور الأعلى ذهلي في الفترة الكل في الكرة التونسية بين كل الفرق، لكن وصلت أيضا الفترات أشهر مش خالصين برشا أشهر ما خلصوش فيها اللاعبين. عماد المنيوي قعدت عندك مستحقات في النادي الإفريقي؟ قعدت عندي مستحقات في النادي الإفريقي. أما شوف راهو كي تشوف مثلا جمعية بالحق معناها سسليم هز البارة برشا وقتها في تونس كل شيء وتعب حتى الإسبرانس والتوال وقتها من بعد الكميل هكا متاع الفلوس وتخليها ما تتبعهاش هذا اللي عايشين فيها احنا تو في النادي الإفريقي. هكا اللي يعمل لك المشاكل يعمل لك الديون تول في الفيفا وان شاء الله نتعظوا منه الدرس. باهي باش نتعدى معاك الفقره الشخصيه شوي. الفقره الشخصيه حضر لي راحك سيد عماد المنيوي فيها اول شهريه اعلى شهريه اغلى هديه حضر روحك. باهي اوكي الله يبارك توت سويت لافيون روس لافيون روز لافي اون روز. الكليماتيزور بارد شوي كان نجمو نسكروا الكليماتيزور لطف عليك عماد بيان سور جا فوق منه هاي باهي خويا. الفقره هذه فقره شخصيه قبل ما نرجع معاك للبدايات وكل نحن نحضروا في الحلقه لقينا اللي عماد المنيوي من اللاعبين اللي استبيختوا بحاجات يستبيخت كيما شنو كيما مثلا سبيدري سيزون كامله تحب تحافظ عليه سبيدري كي تضيع بيه مثلا كوره مهمه تعطيه بعد بالضبط صحيح صحيح بربشت بالباهي مش حتى لوين سبيدريات عندي سبيدري الروز مثلا ضيعت به كره عطيته بالوقت ديريكت من غدوه تبعث ديريكت لصاحبي ديجا عبد المنعم في جبس اي فهمت. مش صبغت وقتها تغششت برشا معناتها خاطر كانت كره سهله برشا في الديربي وكانت فيراج خايب وقت بالحق معناتها اثنين بليش من بعده في الماتش اثنين بليش بعدها جات كارتون روج ميكاري وبعدها داروا على اثنين بليش رجعتوا ديريكت او لبسه وبعد الناحيه اول لبسه ومشي لا ما با ما شدش معايا 90 دقيقه والاخر اما باش تماركي واحد لا معناتها ما عندي صبات فافوريزيه معناها خاطر نايك كل شيء وباقيها اب فهم سيزون كامله يقعد هذاك سيزون كامله تكور بيه معناتها كل ماتشوات مش كل ماتشوات هكا هو مش سبخت اما يركح لك في ساق بالباهي معناتها تبدا مريقل على الاخر وتحس روحك مرتاح وكو تحس روحك مرتاح ما تستبخت بيه زاد هذا اصحابك اللي يعرفوك به. اهم هدف في مسيرتك احسن بونتو تتفكروا تو والله احسن بونتو نتذكروا كلي انا هو احسن بونتو شلف ممكن العباد يقولوا فيش تحكي انت ولا حاجه خاطر كان هكا الديكليك متاعي في النادي الافريقي معناتها في جمعيه الاخرى تو كنت ما نبقاش نمارس باش نماركي ولا معناتها اوتوماتيكمون ندخل في السيزون من الدوزيام تروازيام ماتش تلقى ثنيه الشبكه المارك في لو كلوب بطيت برشا وقتها في مارز جيبونس كونتر شلف وقت اللي قرصها بالجارديان كان هكا اول بونت وقتها من غادي تحلت الشبكه وكا هذاك ممكن احسن بونت عندي يعني في هدف في الدربي اي زاد 2015 ساهم برشا في البطوله استنيت باش نقول لك الديربي لا باش نحكيوا عليه طبعا من الاهداف المهم كان بالحق معناتها كان ماتش كاسح برشا كانت زوج جمعيات وقتها احنا بالعكس هم فافوريزي علينا معناتها احنا لازمنا كان نربحوا باش نهز الشامبيونان تصور ليلتها ليله الفي دو ماتش معناتها الناس هابله صابر طرابلسي معناها صابر خليفه صابر خليفه اي والبوال عنده معناتها والكاريير وكل شيء
وتشوفوا معناها تشوفوا مش خوف اما مسؤولية كبيرة معناها ستريس ضغط ستريس ضغط معناها حتى باش تتعشى لازم ولا تعمل ابتداجك لازم ما تنجمش فهم. والحمد لله نهارتها هبطنا موتيفي على الاخر وصلنا الكاج وعملناهم الكل كل عملناه به. اكثر ما ضيعت في فرص تتفكروا؟ والله انا راني ما نضيعش برشا في الدزويت معناتها حتى تو كي تسال معناها لي زونترنور اللي تعديت عليهم يقول لك عماد راهو يهنيني معناها الكره الاولى بتلعب ثاني في الدزويت ما رتيش برشا ما عنديش ماتشات ممكن شي ماتش الوحيد وقتها كونتر مولديت دزاير في بالي وقتها ربحنا واحد بلاش لانه وصابت برشا مطر وقتها وقتها جاتني دو ولا تروز اوكازيون ثلاثة فرص واضحين واضحين غادي وقتها ضيعت كبر معناتها به. العماد المنياوي يرجع للمتلوي في مباراة ضد النادي الافريقي في المنزه شنو يصير؟ الجمهور يغني باسم عماد هاكا الحب نحكي لك عليه راه معناتها راهو بون تو كي نحكيو على الكلوب افريكان عماد راهو بارمي معناها دي سونتين معناتها تاع الجوارات معناها باش توصل تخلي معناها النيميرو معناتها بارمي لي جواراتكم الكل سي با فاسيل ممكن حبيت انا جمعيتي ونحب جمعيتي والجمهور رجع لي ريسبروك هذاك اللي خلاني معناتها انا ديجا ما استنيتهاش راه نوريك الفيديو وريني خلينا نشوفوه الفيديو مع بعضنا نتاع الماتش هذايا يرجع عماد المنياوي للمتلوي هوني في المنزه ضد النادي الافريقي نسمعوا مع بعضنا عماد المنياوي باش ياخذ مكانه في تشكيله نجم المتلوي تسمع في الجمهور هو كل الشيء اللي كنت نحكي عليه يعني عماد المنياوي خروج بوبكر ديارا ودخول عماد المنياوي اللي ياخذ هو شارة القياده حتى في نجم المتلوي ومحليها الكره يعني بين انه ملاعبي يخلي يعني كان الاثر الايجابي في جماهير الفرق والفريق اللي كان يلعب فيه واكيد عماد المنياوي واحد من الملاعبيه هذو ما تشرش بحد شيء هذيك بالحق معناتها مش لغه ولا حاجه ما تشرش بحد شيء اعطيني في اي جمعيه في اي بلاد ولا اي واحده معناتها كان معنا لي ليجوند معناتها الحمد لله يا ربي مانيش ليجوند ولا مانيش انت الجمعه الفاتة ولا قبلها معناها عبد النور بحذايا من عبد النور معناها كاليبر كبير على الاخر معناتها شنو هو ملعبت انا قدام عبد النور ولا الاولاد اما ثم حاجات تمس كي تبدا محبوب في الشارع حتى راهو من جماهير تونس الكل نمشي معناتها البلايص الكل معناتها الحمد لله يا رب الاحساس اللي حسه لاعب وقتها سامحني نقول لك فما لاعبين يمكن ما تنجمش حتى تكمل من الحب والاحساس اللي حسوا هذا لحظه ذي عاش المرحوم الاسعد الورتاني زاد في يوم من الايام ما نجمش يكمل الماتش انا وقتها ما ربع ساعه تقريبا ربع ساعه معناتها بالحق مش معناتها ربع ساعه وخسرين في كل وقتها مع وربحين 3-1 الافريقي معناتها مش شفت تعمل لك مشكله معناها حتى العباد الاخرين معناتها كيما متلوي بالحق معناها حتى عندها فضل كبير علي ما نحبش الناس تتغشش اما النادي الافريقي معناتها حبها كبير برشا متلوي هي اللي وصلت النادي الافريقي وتولي كاكا تشوف كيف تجري روحك انت معناتها باش ما ننساوش المتلوي هات نبداو توا نرجعوا شويه في الايامات بدايتك مع الكره في عمر قديش بديت تلعب انا وقت اللي صغير معناتها كنت في سكولير معناتها حتى في معناتها في النادي الرياضي النفطي جمعيتي الام بابا ما خلى ندخل كان عامت الباك اوف معناتها تصور معناتها بابا 18-19 سنة عمري 18-19 سنة عملت 3 ماتش ولا 4 ماتش جونيور وبعدين تعدت سينيور كان ضد الكورة الوالد وي وقتها هو كان كورجي برشا وتضرب وتفور فهم ايوا وقتها بديت انا نكور وقتها كل معناها ريبريز نتاع قراية وقتها في سبتمبر يجونا كاسات سبور راك طالون راك ملاعبي اجا للجمعية اجا هو لا لا سبيل اليه تجربة خايبة عنده مع الكورة قال لي ما عندك وين باش توصل وما عندك وين باش معناها ما عندها ما تفيد قرات كل شيء عامت الباك حطيته في الوجه قلت له يا نهبط نكور يا ما نعديش الباك ما نزلش الباك سي لقيت حاجة تنجم وقتها سايبني نلعب عملت عام وقتها باهي وبعدين نجحت الباك ومشيت نقرا في مسير وقت من مسير نقرا معناها اثنين
حاطين لي جمعة صباح نهز الكار نص النهار كار من سوسة النفطة نخلط لحد 11 ساعة الليل باش نلعب الماتش ونروح نرجع مستير. وتترينا وسط الجمعة؟ نترينا وسط الجمعة وقتها عن مترينا مع نترينا مع الكيب نتاع الفاك وثم جمعية أخرى ترنت فيه مع بريود ونهبط نلعب الماتش ونروح. ملا عماد المنياوي ايه ما دوما حاجات معنا ديدي طاري هاك علاش فرحان برشا معناتها. كنت من عائلة ثرية يتقال عليك من عائلة ثرية جدا؟ نو امبوسيبل بابا الحمد لله بنا يعني معناتها وانا الكبير ورايا معناتها زوز ولاد واربعة بنات ما شاء الله. معناتها انا قلت لك وقت اللي نجحت بريمير اني وديزيام اني فاكلتي في مسير تروازيام اني باش نخرج نكري خلطت على اخويا وقت نجح باك باش يطلع السوس. كلمت بابا على الكرة قال لي لا ما عادش نجم برا الصرف. اوف وقتها انا وقتها نلعب في نافته ونروح معنا نقرا ونلعب. كلمني وقتها دا عندي دي كونتاكت معنا ثم جمعيات عينيهم عليك عينيهم عليك كما انا من الجمع وقتها ما انا حليت معنا مشيت المتنين وصححت الكونترا وعاون دار الحمد لله قريت برسك اخواتي كل ورايا. برافو عليك رجل دارنا معناتها رجل دارنا وفرحت بامي وفرحت بدارنا كله الحمد لله يا رب. ما شاء الله عليك برافو عليك الحمد لله يا رب. معناها ثراء معناتها ثري لحد شيء كل شيء عمل دارنا بالنسبه لدارنا كل شيء عملته امي خدمت علينا كل شيء امي تفيق الاربعه نتاع الصباح الفريكاسي الطيب تنهزوا في المدرسة الحانوت حدا المدرسة ويتباع معناتها أمي وقتها تحكينا في حكاية لتو بين عينيا تحطنا حذاك نخلطوا مرات ما نلقاوش باش نتعشى وبابا يخدم في مرمى معناتها مع في حمامات معناتها عامل يومي اي عامل يومي وافقة دي بلاس مو منجمش يجي وتحكينا على حكاية عزوزة معناتها تمشي معناها تسلف مع عندي يهودي ويمدلها اليهودي معناها يسخف عليه ويقول لها يبتي منين باش تجيبه من بعد باعطيني اعطيني يبتي منين باش تجيبه ذهب هذا تقول له راه ما عنديش ذهب ما عندي مخاطف والحمد لله تو عندها مخاطفها بالحق الحمد لله. عندي اختي معناتها تخدم في سبيطار معناتها نتاع الجيان دي في هذيك وعندي اختي مندوبه نتاع طفوله معناتها نتاع توزر معناتها الحمد لله والاخرى مازالت تقرا تو الحمد لله يا رب. استثمروا فيكم والقوا الحمد لله قريتهم الكل الحمد لله. برافو عليك يعني فهمت معناها الدنيا هذه راهي ثم حاجات. اسعد لحظه حسيتها بين امك وبوك المومو اللي انت فرحت به برشا من بعد اسعد لحظه راهو برشا حاجات هم من الباك نتاعي من جاحي معناتها حتى كي تروح معناتها حتى كي تروح بكوب معناها من ولا تسمعك في تلفزه ولا تسمعك معناها حتى كي تروح بكوب وتشوف بلاد كامله راهي هبت لدارنا باش يصور هذيك حاجه معناتها فوق من الخيال معناتها حتى وامي كي تمشي في الشارع معناتها نجمه ما شاء الله نجمه فيوزا نجمه في نفطه ربي يفضلها الحمد لله عايش ربي يفضلها عايش. حاجه تحرمت منها وانت صغير عماد المنياوي حاجه ظروف منعتك منها ولا والله وتقعد في البال ساعات نعرف ان النجوم ونسمعهم يحكيوا ساعات يقول لك كنت صغير حبيت نشري مرايات ما نجمتش كي كبر شري كوليكسيون الكل باش يعوض الحرمان هذاك ولا مانيش باش نرجعها دراما الحمد لا لله لا مش دراما بالعكس اليوم نقطه قوه هذا نقطه قوه خاطر انا وقتها ممكنش العباد باش اللي يسمع فيك يقول لك فاش تحكي وصلت انا اخوي مراد معناها الرص انا وياه هذا اللي يخلط لولاني عس بدري يمشي به يمشي به نقرا 8 معناتها يقرا 8 قبلك وانت تقرا 9 اللي يخلط الاول اللي باش يخلط يلبس قبل له انت البس حاجه اكبر منك البس سروال اكبر منك البس حاجه اكبر منك ما اما الحمد لله الحاجات هذيك راهي اللي تصنع الرجال هي اللي تقوي وتصنع الرجال هي كي باش تخلط معناها لوبجيكتيف كو تخلط تبدا عندك فلوس تعرف كومون الفو جيغي هذاك علاش انا ننصح برشا سورتو صغار تو في 23 24 يجروا على مستقبل خمم في كاريرك صح صح. اول شهريه خذاها عماد المنياوي اول شهريه بروفيسيونيل ولا نبداو بالاول شهريه خذيتها تنجيو البروفيسيونيل اول شهريه وقتها نهز في 80000 معنا الترونسبور من نفط 80000 80000
وفرحان فرحان ونمشي عليها النفط ونرجع وسافا وسافا. معايشتني وقتها ب2000 تكي في رستورانت في الفاك ونحن شيخين جاونا به امورنا به جاونا به على الاخ به في البروفيسيونيل مش اول. اي يا سيدي نخيرك باش نكون باهي معك اليوم، اول ولا اعلى اختار؟ يعني باش نصدمك انا لو اصدمني هات. اول سهر شهريه في مدنين وقتها 300,000 2004. لا لا اقسم بالله 80,000 300 دينار بلاش بريم روندمون لا حتى شيء. عم بقيت بهم 4 سنين وقت هذوك. 4 سنين عماد المنياوي يلعب في النيفو بروفيسيونيل وياخذ 300 دينار شهري. 300 دينار شهري ملا لعب ياوي به. بعد كي بدات تزهل ايام شوي بدات تزهل ايام نحكي لك متلوي معناتها اي متلوي عند زوز ملايين و30 مليون بريم روندمون به. الحمد لله الحمد لله. أول حاجة عملتها بهم الفلوس هذا؟ لا وقت أول حاجة دارنا معناتها حسنت من دارنا معناتها حسنت من دارنا كل شيء ماشي لدارنا وقت معناتها تصور معناتها حتى بريم دماش حتى حاجة معناتها داركم قبل نعوض الدار دارنا وأخواتي معناتها كانت أختي وقتها بريودها تقرب في تونس لأنه كل شيء معناها ما لازمكش سيرتو بنية معناتها وبعيدة ما لازمكش تخلي ناقصة حتى شيء ما تخمم في شيء كل شيء نوفره وقت تبدأ تحت 100,000 تكلمني ما توصلش للصفر جنب بنية فهمت معناتها اللي انت وصلت ايامات مش صفر. انا نوصل في الصيف عاملها نلعب في الصيف معناها بروفيسيونيل وحنا باع الوقت دوب ما بديت اي صحيح واحد نوصل ما انا عنديش دينار في الصيف باش نعمل قهوة تو راه 2008 و2007 والله حكايتك حكاية يا عماد المنياوي وصلت اقسم بالله لا عندي دينار والله صاحبي راجل وقديش انا فخور اللي عماد المنياوي يقول في الكلام هذا اي معناتها خاطر شفت وقت تعمل دي ساكريفيس وتتعب راهو ربي كي يعطيك الحاجه تتمتع بها تحس تتمتع بها. خدمت حاجات وانت صغير عماد المنياوي كيما شنو عاون داركم باش تخدم؟ خدمت اي خدمت في شركات خدمت مع بابا مرمى نعمت نجحت النافيام كاتريام اني سيكوندير بريمير اني معناتها نهبطوا ديما انا وخويا نهبطوا البابا في المرازقة نخدموا معاه في المرمى وتعاونوا وكل شيء. عامت بريمير اني فاك ما نروحش للصيف خدمت في شركة معناها غادي وين مستير وين مع شركة سيتيل متاع الكوابل هذوك متاع تليفونات تعمل ياطاشك تهبط 120 على 700 ملا لا 120 سنتي على 700 ها وبالدليل والبرهان راني خدمت ونعرف وعادي تلقى كابل نتاع كورون متعدي خاطر هم يعرفوهم ديجا اللي يخدموا فيهم تبدا مثلا كورون غاز هم يحط الغاز وفوقه كل فرشه نتاع رمل ويحط فوقه شبك تبدا مكتوبه غاز انت تبدا تحفر كي ترى الشبكه كي ترخف عليك الوح لازمك تحبس راهو غادي من بعدها راهو ثم ومرات تجي في حومه اي تبدا تحت حيط معناها في حومه هي تجيك الحجر وكل ما مسيس وبرا عاد كيفاش باش تفض باش يعديها نهار عماد المنياوي نهار منقوب عماد المنياوي برافو عليك اللي تحكي لي في هذا الكل متاكد اللي برشا من صحابك اللي عاشوا معاك اللحظات هذوما بعد شافوا عماد وين وصل وشنو نجم يعمل الحب عماد المنياوي وينه في حياتك من هذا الكل الحب عندي مرتي عندي معناتها هذيك معناتها اللي من 2008 معناتها 2009 معناتها عرفتها قبل الشهرة الكبيرة وقبل لا انا مرتي وقت اللي خذيتها بعد كرهبتي باش كمل نعرس 2012 بعد كرهبتي انا مرتي وقت اللي هبطنا معناتها من المنصة نقولوا الفرح من التصديرة ايوا عندي لوكاسيون باقي 10 ايام وعندي ممكن 3 ملايين اكاهو سيتو فواياج دو نوس حاجه ليه صبرنا عملنا دور عملنا وحده ما كاو ومن بعدين وجه بنت الناس وجهها مبروك علي على الاخر عملت من بعدها عامل متلوي ومن بعدين نادي الفريق الحمد لله خاطر على نيتكم ترزقون صبرت معاك على الاخر ولتهم تعبها يطلع منك ولتهم تعب ان شاء الله سامحني هي تو ام صغاري معناتها عندي سيف و
وميرا خلطت تو في نوفمبر. يا ربي تربي في عزك ان شاء الله. ان شاء الله. وعندي سيبتي زاد بالمناسبه نشكرها برشا ريوم. ان شاء الله ديك عائلتي الصغيره معناتها هذيك تو عائلتي الصغيره وعائلتي الكبيره في دارنا في نفط. من العماد المنيوي. خليني اخذ فاصل انا صغير ونرجع نكمل حواري معاك. خليكم معنا راجعين بعد شوي. جينا الحفرة سموها لنا بلادنا حفرة ما نعيشو فيها كيما نادنا حبوا نخلي وعيشها يا ولادنا عيشوا غرامهم في الفيرش كيما عدادنا حسيننا كحشة شبورة يحبوا يجيبوا أسيادنا حياتنا. هذه على اي فيلم توقعتين تسمعوا فيها ضيفنا لليوم من بين نجوم الكرة في تونس لاعب خلى اسمه لحظات مؤثرة برشا كنا نسمعوا فيها مقبلة مع عماد المنيوي مكملين للخمسة كما العادة. عماد تحفظ شوية غني نادي الافريقي يا غني؟ اكثر غنية تحفظها؟ كوموندو. نسمعوا بصوتك شوية اصدمنا. كوموندو كوموندو كالعادة واصدمنا بالعينو هذه راني كل شفت قبل كل ماش لازمني نسمعها موتيفيني على الاخر وتعطيك الادريالين تطلعهولك بالباهي في راسك. هذه مثلا كي نشوفوك بالليكوتور ولا حاجه يا مهبولك هكا تلقاني في هذه تعيش واحد به عايش واحد عنا عماد عنا هذيك معناتها ممكنش الكادو نتاع النادي الافريقي لعماد المنيو بالحق معناتها هذيك الحاجه باش تبقى حتى ولدي تو من با نهارين عملوا الكراكاج في المرسى هاي ماشيين ماشيين باش نشيلهم تعرف كلاس وكل شيء وشافك الكراكاج والافلام خرج راسه حلي توا خرج راسه وغني عن عماد عن داروا بيه الجمهور عاد لا لا فهمت معناتها تخليها حتى لصغارك نهار اخر معناتها تبقى لك ولدك محب سي شد ثنيه النادي الفريق كلوبيسي كلوبيسي ولد كان قال لك نحب نطلع نحب جمعيه اخرى لا ما تو ما عادش خاطر سي مطبوع سي حاجه ثانيه نحبك تغني لي شويه عنا عماد قبل ما نتعدى الفقره الاخرى في الحوار معك عنا عماد عنا شوي هي ما يهديه من جمهور نادي الفريق ليك اليوم بصوتك نرجعوا له عنا عماد عنا عنا عماد عنا مين ياوي عنا عماد عنا عنا عماد عنا مين ياوي هذه روكا وسام يحيى ديما يجبد لي فيها ونبدو في البيت وحده واحد يدند في البيت واضح باش نتعدى معاك للفقره الاخيره في الحوار عماد المنيوي توت سويت اليرت روش اليرت روش عماد المنيوي انت من اسباب مغادرتي للنادي الافريقي كلام لشكون يقولوا عماد المنيوي هذا والله نقولوا المسؤولين اللي متعرش معناه بروفيسيوناليزم اسم تعطيني اسم ما نجمش نحكي لك حتى اسم ما نجمش خاطر بالحق باش نمس عبادو انا نحترم برشا العباد راه اخوي محمد فهم هو باش نحكي لك الديتاي كيف صار كملت الاخر طرح انا لي 22 جوان وقتها كونتر الرباط وقت وقتها بعدها مشينا باش نفرحوا بالكوب في باب جديد كملنا الفرحه كل شيء كلمني مسؤول وقتها نتفهمت انا وسي سليم باش نزيدوا عامين وقت كلمني وفي الليل معناتها كملنا الماتش في الليل ديجا كملنا الماتش في الليل الاجواء تاع الاحتفال روح الاحتفال كلمني قريب نص الليل ل 11 نص الليل هكاك 11 سافا سافا غدوه تجي الفوروم وقتها في الواح باهي كيفاه قلت له راه عندي شويه مستحقات وكيفاش لا قال لي كونترا محطوط صح وبرا روح وقتها سيبون معناتها انا خاطر نحكي لك حكايه 3 سنين سليم الرياح عمري ما هز التليفون كلمت
بالروتار باليسار بكل شيء بعمرك يعني حتى على الاقل حاجه معناتها ثلاثة سنين بعمرك ما زدت جامي واضح. كلمني مره وقت مره واحده وقتها وقت اللي مرض ولدي معناتها زدت الكلينيك جاتو برونشيت قويه كل شيء في الكلينيك وقت كلمني هو وقتها لعبنا فينال والماتش نتاع الكوب دافريك المره الوحيد المسؤول هذا قالك تصح الكونترا نتاعك وسمح في اللي تسال لا مش صح في مسمح مش على حكايه سمح الطريقه طريق مش معناتها معناتها كي كيما صحات كيما ما صحاتش ولا شنو وش فهم غضبتك على الاخر وقتها ما خاطر الناس وقتها في الفوري نتاع الفرحه ومتعدين كاف وباش نلعب وقتها في جويل اللي دي جويل لعبنا في نيجيريا وقتها ربحوا الاولاد ثلاثه جي انت تعمل لي صح كونترا وما نعرف شنو كيفاه كيفاه قال لي صح كونترا وبعدين يعمل رب وانا وقتها ما نكذبش عليك انجاجي وقتها باش نطلع نكمل ماستر وكل شيء وما قبلش بعض وما لقيتش معناها اللي لا هو فهمت معناتها ما عرفوش كيفاش ياخذوك حتى الكلمة الباهية ما ثم حد شيء معناتها عماد المنيوي عنده جرأة يقول شكون المسؤول هذا يكلمني ماجدي الخليفي وقت سي ماجدي الخليفي كلم تعدى البيرو صح باه انت اكثر شخص استنيتك باش تقف معايا في مسيرتي وخيبت ظني لشكون يقولها عماد المنيوي والله يا باش تو باش لما حاله هو ود بلادي وكل شيء سعلي الحاسي بالحق وقت 2010 نلعب في جاري توزر جبنا وقتها الاسبيرانس في رمضان وقتها في الاسبيرانس وبعد جات الكلوب لعبنا لهم زوج ماتش واتاميكال وقتها باك الفرحه نتاع تاع 7 نوفمبر وكل شيء تصور معنا الاسبيرانس والكلوب في توزر وقتها وكل شيء وقتها بدات جاتني وقتها بريزيدون سي كمال يدير جي بونس في النادي الافريقي صحيح حابوا علي على الاخر وقتها وكل شيء وما خلانيش نمشي وقتها سالي الحفصي سالي الحفصي علاش ما خليكش تمشي وقتها مشايخ الجمهور انا وقتها في توزر وقتها لعبت شيخ ابي على الاخر وعماد عماد وكل شيء شاف شاف الكوتي معناها نتاع نتاعو هو ما شافليش الكوتي نتاعي يعني كان مشيت وقتها في العمر هذاك النادي الفريق 2010 معناها باش تربح 4 سنين في السينما راهو الدنيا غير لا انا كان خلط معنا 24 معناتها كلوب افريكان معناتها وتلعب في الاو فيزي اوتوماتيك مول اوروب معناها ما تحكي لي حتى حكاية اوروب ديريكت معناها باللي تحب اللي تاكره نخلط لوروب واضح المنتخب من الحاجات اللي تمنيتها تكون في بيان سور راهو دروبو تونس راهو حاجة غالية علينا انا وقت اللي دخلت المنتخب معناتها لعبنا في رادس وقتها ما لعبش انا مع الاولاد طلعت تريبين ومشينا مشينا المروك معنا للشان راهو كي توقف ولابس توني وتسمع نشيد الوطن راك جندي وقتها معناتها جندي طبعا بالحق معناتها راهو حاجه شرف لاي واحد شرف لاي واحد معناتها باش يلبس درابو البلاد المنتخب واضح عماد المنيوي من اللاعبين اللي شجع الفرق التونسيه ضد اي منافس خارج تونس ولا حسب الانتماء انا خويا تونسي يعني. نبدا لك ترجي والاهلي في القاهره نهار السبت بيان سور نحب بلادي تعدى ما باللي يكون حتى هما غادي ولا حاجه الاسبيرونس انا الاسبيرونس وكليب كلفار والقاتوس في تونس اما خويا معناتها في تونس راهو معناتها تونسي خير من اي خاطر شفت مثلا الماتش الاخراني تبدا روتار الدنيا حربوها غادي صحيح حتى حاجه مش موجوده يقولوا موجوده كل شيء يا خويا باش ولد بلادي اولى من اي واحد تحكي لي حتى حكايه ترجي نجم يرجع في الماتش نهار السبت ترجي تلعب البر خير من اللي تلعب في رادس بالحق ترجي كسكر البلوك وتلعب الكونتر وشفناه في برشا نتفرج معناتها في الاولاد سورتو فاروق ما صاحبي برشا معناتها تحيه ليه بالمناسبه كطيح البلوك وتلعب على غلط الادفيرسير توصل تعمل مخيب بصراحه عماد المنيوي عماد يتمنى الترجي يتحصل على لقب تشامبيونز ليج سنة يا اخي انا ما عندي حتى مشكله مع الترجي انا نحب النادي الافريقي تحب النادي الافريقي كلاعب للنادي الافريقي سابق تتمنى الترجي تهز اي بوركو با تهز على روح
نتمنى نتمنى الترجي تهز كونتر الاهلي ولا كونتر الوداد ولا كونتر ليكيب نتاع جنوب افريقيا. برافو عليك لتونس خير من الواحد. عماد المنياوي شكرا ليك، الكلام اللي قلته اليوم الكل ان شاء الله يوصل لبرشا شباب خاصه اللي عندهم غرام كره القدم، مش يعرفوا اهميه التكوين الدراسي يعني القرايه وباراليل. حتى اش باش نقول لك معناتها، حتى باش يحكي مع كونترنر غاوري تحكي في نيفو باهي باش تحب تاخذ نيفو باهي، حتى مش برشا انجلي شويه انجلي، حتى مش برشا فرنسي شويه فرنسي، حتى حكم ساعات يبدا اجنبي. صارت عاد فما وقت يحكي لي وسام على الاسعد برتاني الله يرحمه، الله يرحمه مزفر لهم اربيتر من جنوب افريقيا يحكي انجلي اي، ويمشي الاسعد يحكي الاربيتر ويرجع يمشي يحكي جاي يحكي لي وسام، قال له فاش تحكي له؟ نقول له زدني الوقت زدني الوقت. شكرا لك عماد المنياوي، هكا نكون وصلنا نهايه حلقتنا. عاشك على الاستضافه مهند، الله يخليك عماد المنياوي، كما بدينا بالالتزام نكملوا بالقسم، قسما بشرفي كنت صادق بنسبه قديش؟ والله يا 100% ما عندي ما نخبي وكارت سيرتابل كما حكيت لك من اول حصه. عنا عماد عنا الحمد لله يا رب. المنياوي شكرا لك عماد المنياوي، تحيه لكم كامل الفريق، نتقابلوا غدوه ان شاء الله مع ضيف جديد، نهاركم اسعد الايام ويا مرحبا.